رح ننتقل هلأ مشاهدينا لأجواء الفنون الجميلة، ورح نتعرف على أحد أبرز المتخصصين بهالمجال. 45 سنة من العطاء الفني، 33 معرض خاص، واليوم رح يخبرنا عن مسيرته الغنية وعن آخر معرض لإله. منرحب بالرسام والنحات مارون حكيم. أهلا وسهلا فيك سيد مارون، شرفتنا. تسلمي. حضرتك من أبرز المتخصصين بمجال الرسم بلبنان، خبرتك ومسيرتك طويلة وغنية. درست الرسم بالجامعة اللبنانية، ومن بعدها انتقلت لروما مطرح ما أكملت دراستك، ومن فترة التعليم كمان علمت بالجامعة اللبنانية لسنين طويلة، وكانت مسؤول عن قسم الفنون التشكيلية بالجامعة اللبنانية لمدة 34 سنة. اليوم تفرغت تقريبا كليا لحبك وشغفك الأول اللي هو الرسم والنحت وغيرها من الفنون الجميلة. ولكن بدي أرجع للبداية، وبعرف البداية لك وكأنه ولدت بهالمجال، لأنه أهلك كانوا بيشتغلوا بالعمار. صح. وولدت ولقيت هالمعدات كلها حولك. صحيح. كيف كانت البداية؟ يعني أنا نشأتي، أنا ابن مزرعة يشوع بالبطن. نعم. الشمالي. بتعرفي ولدت بجو قروي، جو بسنة 55 كان عمري 5 سنين، وعيت على الدنيا، وأهلي بي وأخوتي معمرجية، يعني الإزميل كان بين إيدي من أنا وصغير، فالموهبة تفتحت من الصغار. فكنت كان عندي محاولات صغيرة مثل كل ولد بيلعب بأي شيء، بيرسم بينحت كذا. بس كبرت شوي، صرت فوق 10 سنين كمان، صارت القصة الشغف صار أكبر. يعني بدل ما أنا أشتغل عمر بيت، صرت عمر تمثال، صرت أعمل إشياء أو تنحت فنية. نعم. تمثال. خبرني، ولد عمره 10 سنين سيد مارون، شو بينحت على الصخرة؟ بيلعب إنه بيحفر إشياء، بيحفر كلمة، بيحفر أرزة، بيحفر. نعم. إنه إشياء بسيطة، بس هيدي أشاير، لأنه واحد عنده هالشغف. هو الفن بالأساس، إذا واحد عنده هالشغف إن كان بأي مجال، بالموسيقى بيبين من هو صغير. يعني اللي الولد اللي بده يطلع موسيقي بيبين من صغير. نعم. صح. إنه بيحب تظهر الموهبة من الطفولة. ولكن أنت سيد مارون من المحظوظين، لأنه مش كل الأشخاص اللي عندهم شغف أو حب لموهبة أو لمهنة معينة بيقدروا يكملوا فيها. صحيح. أنا لما أنا كبرت وتابعت دراستي الثانوية وفتت على معهد الفنون، كنت بدي يكفي نحت، لأنه أنا بحب هالمجال أكثر من الرسم. فما كان في إلي رفقة، وهذا الاختصاص أصلاً لحد هلأ مش موجود، النحت بحد ذاته. نعم. بكل العالم النحتين قليل، واللي بيتخصصوا بهالشغلة قليل، لأنه شغلة صعبة وبدها كتير مصابرة وبدها جهد. ففتت بعالم الفن من بابه الواسع اللي هو اللون والحجم. نعم. يعني كنت عم بدرس بنتور بالوقت نفسه، تابع مسيرتي النحتية مع فنانين نحتين كانوا يعلموا بقسم الرسم. فهالمواكبة هاي خلتني أكون أقوى وكون. نعم. نموذج خاص، لأنه ما في نحتين ورسامين بالعالم كتير. وهون قمت بتجارب كتير واختبارات كتير، يعني ما توقفت. أيوة. عند الرسم. صح. أو النحت التقليدي. هالشيء أدى الخلط، المزج بين الاثنين. نعم. أدى إلى نتائج بشغلي الفني كتير مهمة، وهيدي خصوصيتي. بلشت باللوحة المنحوتي. نعم. اللي هي يعني رحت أبعد من الميكس ميديا. صح. سيد مارون. صح صح. فت بعالم جديد خاص فيه، اللوحة المنحوتي، القماشي المنحوتي، يعني صرت القماش تعوجه وأعطيه أشكال ويصير. نعم. كأنه تمثال محطوط على حيط. يعني بعدين رح نشوف هلأ بعض أعمالك وكيف طورت عبر سنين. فنان عنده هالقد خبرة، هالقد مسيرة طويلة، كيف بيتطور عبر سنين سيد مارون؟ من خلال هالتجارب، من خلال هالمزيج من المواد. الفنان اللي بده يعتمد بس على موهبته وعلى تراثه بس بيسقط. لازم بده متابعة القصة، بده إصرار. الفنان اللي بيضل يشتغل وعنده هالشغف. نعم. بيوصل لنتائج بالفن رهيبة، لأنه تراكم التجارب والخبرات. صح. هي اللي بتوصل للنتائج. يعني أنا حضرت معرض لك من عدة سنوات وشفت أعمالك 2011، وهلأ عم بلقي نظرة على هالمعرض، الأعمال بتختلف تماما. صح. هذا شيء مميز بمسيرة الفنين، وأنا دايما بشتغل على حالي وبفاجئ أوقات الجمهور إنه. نعم. في شيء جديد، لأنه ما يعني عم نشوف هلأ بعض الأعمال. نعم. هذه من معرضك الحالي بعنوان بالحجر، وهذا الحجر ملون طبيعيا، مش أنا ملزقه تلزيق. هذا الحجر بيجي بالطبيعة هيك، وأنا يعني اخترته بلونه الطبيعي، بستغل هالطبقات وبعمل شيء خاص
مميز، هاي بسميها المنحوتي الملون يعني، وهي نتيجة التزاوج بين اللون والحجم بمسيرتي الفنية. حلو. تمزج بين أكثر من مواد؟ لا بالمنحوتات لا، ولكن بالأسامبلج. بدنا نحكي عن الأسامبلج. الأسامبلج هون بس بتتحكم بالألوان. هون بيشتغل على تقميش الحجر، يعني بيشتغل فيه خشن، بحفر فيه، بلمعه، يعني هالتزاوج بالملامس تبع الحجر بيخلق تضاد، يعني مثل كأنك عم تعملي بانتور. عرفتي كيف؟ شو اللي خلاك تنتقل من النحت للرسم؟ عادة لما الفنان بيكشف انه عنده موهبة بفن معين بيتابع فيه ليضمن نجاحه. مني هول الفنانين متلازمين، يعني منهم مفصلين على بعضهم. يعني النحات كل عمره عبر التاريخ انه كان يرسم بالاكواريل بالفحم، بس ما عنده الوقت الكافي انه يقدر يفوت بهالاثنين سوا. بده مجهود كبير، يعني اللي بده يفوت بالعالمين بده يكون عنده طاقة رهيبة، بده يشتغل أكثر من غيره. والشغف، الشغف حتى يبتكر هالأفكار الجديدة. أنا كل يوم بشتغل بين 3 و5 ساعات، يعني وهيدا شيء طبيعي بشوفه، مثل لذتي، مثل إنه عم مارس شيء بحبه وطبيعي. نعم. إذا ما رسمت كأني ما بتكفص. كأنه ما أكلت. كأني لا ما تنفست أكثر من الأكل. هالقد. ممكن واحد ما ياكل على جمعة بس ما في يتنفس 5 دقائق. قد ايه حلو هالشغف اللي مستمر ومكمل أكثر من 40 سنة عندك سيد مارون، تحسد عليه. آخر معرض لإلك بعنوان معرض من 3 فصول. وهون بتجمع 3 فنون. إي لأنه شخصيتي أنا تركزت على هالثلاث أشياء. الرسم، النحت، والمزج بيناتهم. هلا الأسامبلج. اشرح لي له للمشاهدين شو يعني أسامبلج. الأسامبلج هو مسطح بيتعلق على حيط، ولكن في عدة عناصر. في البنتور أول شيء، في أشياء بتزيديها، فيك تزيدي صورة فوتوغرافية، فيك تزيدي تمثال، فيك تزيدي حدايد، شرائط، خشب، اللي بدك إياه تتساعد على الفكرة. يعني هاي مش مأمنة مثلا بالمنحوتي وبس، أو باللوحة المسطحة وبس. فمشان هيك فيها غنى وفيها يعني بتساعد الفنان تيعبر بقوة أكثر يعني بيأثر أكثر بالمشاهد. يعني بهالأسامبلج شو اللي بتقدر تجسده اللي ما بتقدر تعبر عنه بلوحة لوحدة أو بمنحوتي لوحدة؟ طبيعي ما بقلك إنه بالمنحوتي بالحجر ما فيك تدخلي عناصر تاني، ما فيك تلوني الحجر، ما فيك تزيدي له حديدة أو تحطي له، بيطلع شيء بنال، بيطلع شيء سخيف. بينما بالأعمال اللي فيها أسامبلاج أو كولاج او فيك تمزجي مواد، تخلطي مواد، في تحطي عجائن، لزقي مواد تانية ما فيك تحطيها. عرفتي كيف؟ يعني التعبير بيصير اوسع وارحب. فمشان هيك انا اوقات كثير لما الماده ما بتطوعني بالحجر او بالخشب او بالبنتور بنتقل للاسامبلاج. هالاعمال المبتكره شو بتضيف على هويتك كفنان؟ يعني كل عمل بحد يعني ذاته. يعني شو حبيت الناس تقول عنك؟ انه انا عملت، قدمت اعمال ليلة اللي يعني جرقوا وجربوا. انا ما بشتغل حتى يقولوا او ما يقولوا عني، انا بشتغل احساسي. والنتائج الثانيه هي تحصيل حاصل. يعني انا وعم بشتغل ما بفكر انه المشاهد كيف بده يقيمني. لا انا صرت يعني إنسان فنان مكرس وعندي هويتي. ما بقى يعني الحرفة إذا بدك بحد ذاتها، يعني ما بقى في داعي تسعى لثبت وجودك. ما في مرجلة، منا مصارعة، هي قصة مصارعة بالفن، هي قصة إحساس، والإحساس لابد لينتقل لبعض الناس. هلأ المتلقي سيد مارون بيشوف أنه وراء أعمالك في معاني روحية وفلسفية. طبعا وإنسانية. أنا إنسان بعيش بهالمجتمع، أنا بعبر عن ألامه، عن فرح، وعن يعني أنا يعني ما بقدر أكون إلا واحد من هالناس. والفنان هو يعني إذا بدك ضمير أو خلاصة أو عطر المجتمع. نعم.
وإذا ما كان هيك ما له دور مهم بالحياة الفنية. منلاحظ أنه المرأة لها دور كبير بهالمعرض بالأخص، ولكن بوضعية معينة بإطار معين ممكن ينفهم غلط. شو صح هذا اللي بدي أقوله أنا، أنه أنا المرأة يعني بهالأعمال هيدي فيها شوية عنف. نعم. وحطيت يعني مكبلة مكربشة، انه في العنف مقصود هون، تشوفي انه هالمرأة هالجسد الناعم الهش الحلو الجميل اللي عم بتحطي فوقه اشياء كثير قاسية وكثير، هيدي اللي يعني مكبل المرأة مكبل المجتمع. وبعدين المرأة لها رمزية ثانية غير انه هي مرأة، هي بتمثل الام بتمثل الوطن مناضلة مناضلة طبعا. فنحن حياتنا هيك يعني اليوم لما بتحطي المرأة بهالأنوثة الفياضة الجميلة الحلوة وبتحطي حد هالكسر هالعنف فبيبين تعملي شوك للناس. نعم. بيوصل هذه المرأة الحديثة على كل إن الظروف بتفرض عليها. نعم. أنها تكون. نعم. هيك. وبعدين أنا تحية لها. أنا منحاز للمرأة لأنه المرأة هي 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 أهم كائن بحياتي، لأنه أول شيء المرأة هي أم. نعم. يعني والأم لا تعوض ولا يعني قد ما تكرميها ما فيكي. زوجي الحبيبي بالمجتمع هي نص المجتمع. فهالحديث هذا دائما بنحكي عن المرأة شيء عن جد، انه انا بحس انه الانسان اللي ما بيحترم المرأة هو انسان مبتذل، انسان. نعم. ما له قيمة لانه ما عنده ام. هالانسان اللي عم بيحارب المرأة اول شيء امه. حلو. يحترم امه، يحترم اخته، يحترم حبيبته. المرأة هي كائن، وبعدين ما بنعرف قيمته الا لما بنخسره. نعم. ما بنخسر نيال المرأة بحياتك سيد دمرون. بدنا نخبر المشاهدين قبل ما نختم أنه هالمعرض هو مكمل بشكل مستمر بالبيت اللي أنت ربيت فيه. صح. بيت الطفولة بمزرعة شو. معارضي منا أنية، معارضي أنه بعمل وقت محدد أقدر استقبل الناس، لأنه أنا ما عندي وقت على طول استقبل. خلص المعرض بأواخر أيلول، ولكن باقي لحتى أعمل معرض تاني. الأعمال. نعم. اللي بتبقى ما بتبقى. وهلأ فرغت كلياً للفن. صح. فنحن نعطيه إشياء هيدا فرحي أكثر أنه أنا من مميزة منك. ما بقى في شيء بيلهيني عن. نعم. الفن إلا الفن. شكراً لك سيد دمرون حكيم، انبسطنا بالحديث معك ونحن نطلين عملك الأدمي، وأهلا وسهلا شكراً فيك. شكراً شكراً. ريتا منرجع لك، تعرفنا قبل شوي على ضيفتك، عطتنا فكرة هيك سريعة عن أشياء اللي حابة تغيرها. نحن هون عم نتعرف على لوحات فنية مع ضيفنا سيد دمرون حكيم، وبعرف أنت هلأ بلشت تشتغلي على لوحتك الفنية مع ضيفتك. مزبوط، نحن بلشنا مع ميا وجورج المندلق من سلم وسمو المندلق، بلشنا نحضر رانيا لتبلش لون وقصة كتير حلوين رح تشوفوها بعد شوي. تحية لميا ولجورج، وخلينا نشوف شو النصايح اللي رح يقدموها لرانيا بعد هالبريك القصير.